ما شك ان الكرة المصرية بشكل عام استفادت بشكل كبير برضو من الكرة او الفكر البرتغالي في كرة القدم واعتقد ان الفضل في ده يحسب في المقام الاول والاخير لتجربة مانو جوزيه اللي كانت تجربة اكثر من رائعة الحقيقة في الفترة اللي تولى فيها سواء ولاية أولى أو ولاية ثانية، الفترة اللي تولى فيها مسؤولية في النادي الاهلي، لكن الأكيد انه السنوات الأخيرة بقى في توغل للمدرسة البرتغالية في الكرة المصرية سواء على مستوى المنتخبات أو سواء على مستوى الانديه هيكون معنا واحد بالمناسبه من نجوم الكره البرتغاليه ونجم سابق لنادي بنفيكا البرتغالي ويمكن كمان كان ليه يعني درايه بشكل كبير جدا بالكره الافريقيه لانه تولى المسؤوليه كمدير فني لمنتخب الجابون هيكون معنا جوزي جاريدو نجم نادي بنفيكا في السادسه من فيلانوفا في البرتغال من خلال فيديو كونفرنس طبعا بدايه نرحب بيك على شاشه الاهلي واشكرك طبعا على مشاركتك معنا في السادسه <applause> شكرا جزيلا الشرف لي لتواجدي معكم يعني كنت بتكلم على تاثير المدرسه البرتغاليه على الكره المصريه واللي يمكن ظهر بشكل كبير جدا في السنوات الاخيره وانا عارف انك انت يعني بشكل شخصي على 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 يعني علاقه بتربطك سواء كانوا كلاعبين أو كمديرين فنيين تولوا مسؤولية تدريبك بعدد من الأسماء اللي موجودة على الساحة في مصر بس اسمح لي هبتدي معاك بمانويل جوزي واعتقد أنك أنت دربت أنت شخصيا أو لعبت كلاعب تحت قيادة مانويل جوزي إزاي بتشوف مشوار جوزي في مصر مع النادي الأهلي وكان إيه ردود الأفعال على نجاح تجربة جوزي في مصر عندكم في البرتغال في البدايه اريد ان اقول ان مانويل جوزيه هو مدير فني عظيم كان مدير فني لي في بوافيشتا هو كان كان مدير فني هناك فريق كبير في البرتغال هو هو مدرب رائع على المستوى الشخصي انا أنا كنت أشاهد وأتابع الأهلي حينما كان مديرا فنيا للفريق. هو حقق نجاحات كبيرة ونتائج عظيمة مع الأهلي. من من، لا أستطيع أن أن أذكر كم البطولات والكؤوس التي حصدها مع الأهلي من كثرتها. هو كان 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 له لحظاته الرائعة في مصر، وبالطبع كان له لحظاته الرائعة مع بوافيشتا كذلك. أستطيع أن ألخص هذا وأقول أنه كان مدير فني كبير تولى المسؤولية في الفترة الأخيرة على مستوى المنتخبات كارلوس كيروش واحد من أكبر الأسماء طبعا كمدير فني ثم رحل كيروش وقتها روي فيتوريا وهو أيضا من نفس المدرسة البرتغالية على مستوى الأندية في مصر عندنا طبعا ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد والحالي للنادي الأهلي عندنا أكثر من مدير فني برتغالي جيزوالدو فيريرا ألميدا في أحد أندية الدوري المصري مين منهم من وجهه نظرك اقرب لمدرسه مانويل جوزيه؟ في البدايه اريد ان اقول ان ان روي فيتوريا هو الرجل الصحيح في المكان الصحيح هو هو مدير فني متكامل هو رائع عمل في انديه كبيره استطيع ان اقول ان الفريق المصري لديه لاعبين كبار فقط ما يحتاجه فيتوريا هو فريق كبير مثل هذا، اعتقد انها كانت فرصه رائعه ان احضار هذا الشخص الكبير لمصر، فاستطيع ان اقول كما ذكرت هو مدير فني رائع ورجل صحيح في مكانه صحيح وبالنسبه لكارلوس كيروش انا انا اعرفه شخصيا من تجربتي في البرتغال لديه خبرة رائعة مع منتخبات لم يحقق النتائج المرجوة مع منتخب مصر ولكنه مدير فني رائع كذلك يعني في حدود معلوماتي انت واحد من مشجعي فريق جيل سانتي وده هيخليني اسالك على مستر سواريش المدير الفني الحالي لمنتخب مصر اهم البصمات من خلال متابعتك لجيل فيسانتي اهم البصمات واهم النقاط اللي قدر فيها ينجح مستر سواريش انه يطور مستوى الفريق من وجهه نظرك هي اول مره لريكاردو سواريش ان يعمل خارج البرتغال هو يحتاج الوقت يحتاج وقت للتاقلم مع البيئه الجديده التي يعمل بها البيئه الجديده في البلد للتاقلم مع بيئه اللاعبين المختلفه استطيع استطيع ان اقول انه انه مدير فني كبير هو طور ناد كبير او ناد نادي ليس بالكبير في البرتغال كجيل فيسينتي. هو ادى مهمه رائعه مع جيل فيسينتي. استطيع ان انه لديه الجوده ولديه القدره على على القيام بعمل رائع مع الاهلي في فتره قادمه طيب انتقالا من المديرين الفنيين البرتغاليين للانديه البرتغاليه وانت كنت واحد من نجوم نادي بنفيكا البرتغالي يمكن واحده من الارقام الحقيقه او الاحصائيات اللي لاحظناها او رصدناها هي فكره انه الانديه البرتغاليه نجحت في تحقيق مكاسب تقدر بحوالي 2 مليار دولار في خلال السنوات العشر الاخيره نتيجه تصدير عدد كبير جدا من المواهب يمكن اخرهم كان نونيز طبعا مهاجم بنفيكا السابق ومهاجم ليفربول الحالي من وجهه نظرك ازاي بتقدر الانديه البرتغاليه انها تستكشف اللاعبين اللي عندهم قدره على التالق وثم اعاده بيعهم مره ثانيه؟ وازاي ممكن نشوف في يوم من الايام واحد من الانديه الكبيره في البرتغال بنفيكا بورتو او سبورتنج لشبونه بينافسوا على الالقاب في البطولات الاوروبيه؟ في البدايه أن الفضل أستطيع أن أقول أن الفضل يعود لأكاديميات هذه الأندية في البرتغال لديهم لديهم مديرين فنيين على أعلى مستوى لديهم بيئة مناسبة لجميع اللاعبين الصغار لديهم الإمكانيات المتاحة فبالتالي فبالتالي ينتجون لنا اللاعبين الرائعين اللاعبين ويكون ويكون من السهل بالتالي الذهاب خارج البرتغال وتحقيق نتائج كبيرة مع الأندية الأوروبية كما كما مانشستر كما الحال في مانشستر سيتي وريال مدريد لدينا الآن اللاعبين لديهم اللاعبين لد... في حالة رائعة للعب خارج البرتغال وبالتالي تحقيق نتائج كبيرة كما ذكرت رأي الجماهير في ده وأنه فكرة تصدير النجوم ممكن تكون عائق في سبيل أن الفرق البرتغالية تحقق البطولات القارية يظل, يظل الامر حقيقه اننا لدينا دوله صغيره وليست دوله كبيره ولكن لدينا لاعبين رائعين في بلده صغيره الشيء الوحيد الذي يجب علينا تحقيقه هو استغلال اللحظه المناسبه للفوز ببطوله كبيره كما فعلنا مع ببطوله اليورو واللحظه اللحظه الحاسمه الذي التي ينتظرها الشعب البرتغالي هي ان نفوز بكاس العالم بمناسبه الحديث عن كاس العالم اثنين من اهم اللاعبين البرتغاليين في التوقيت الحالي يمكن مصيرهم مش واضح بشكل كبير الاول هو كريستيانو رونالدو اللي اعلن في اكثر من مناسبه عن رغبته في انه يترك مانشستر يونايتد وما زال حتى اللحظه تبدو ان العلاقه متوتره بينه وبين تين هاج وايضا النجم البرتغالي آه برناردو سيلفا اللي يمكن كان في كلام ومفاوضات بين اداره السيتي وبين برشلونه على فكره انتقاله هذا الموسم وهذا ما لم, ما لم يحدث حتى اللحظه، رايك ايه في مصيرهم وازاي ممكن يساعدوا المنتخب البرتغالي على الوصول لحلم كاس العالم؟ اذا 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 بدانا بالنظر للاعبين المنتخب البرتغالي لدينا لدينا كريستيانو رونالدو انت ذكرت ولدينا برناردو سيلفا لاعبين من افضل من افضل لاعبين العالم برناردو سيلفا من مانشستر سيتا لدينا لدينا دييغو جوتا من من ليفربول لدينا لاعبين لاعبين كبار في منتخب البرتغال لدينا لدينا لاعبين كبار ومنتخب كبير هذه هي اللحظه هي اللحظه الحاسمه هي اللحظه الصحيحه للفوز بكأس العالم، ولكن كل ما لكن, لكن البطوله على بعد يمكن شهور قليله جدا وما زال موقف البرتغالي وهو النجم الابرز في صفوف منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو غير واضح وما زالت علاقته متوتره داخل نادي مانشستر يونايتد، هل تفضل استمراره في المان يونايتد ولا تفضل رحيله لنادي اخر؟ لا أعرف لا أعرف كثيرا بخصوص هذا الأمر أن أعتقد أن الأخبار القليلة الماضية لم تكن جيدة من جهة مانشستر يونايتد كل الأخبار الجيدة التي أراها هو استخدام كازيميرو بجانب رونالدو في مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد لديهم يجب يجب عليهم أن يعملوا جاهدين لبناء هذا الفريق من البداية يجب عليهم اعاده تشكيل الفريق لتحقيق النتائج الجيده، يجب عليهم العمل على المدير الفني، اول شيء يجب عليهم العمل عليه هو تغيير المدير الفني. لديك الان لاعبين رائعين، لديك كازيميرو، وان تستخدم ان تستخدم لاعب خط وسط مثل هذا لمانشستر، هو امر مهم. اعتقد ان كريستيانو رونالدو سيبقى مع مانشستر يونايتد، هذا امر لا شك فيه. جوزي جاريدو نجم بنفيكا السابق ومدير فني لمنتخب الجوون بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسه فاصل ونرجع لكم مع نجم حلقه النهارده كابتن محمد حشيش